كيف نرفع من جودة الصورة بضغطة واحدة عن طريق الذكاء الاصطناعي مجانا؟ عن طريق بوت في تليجرام، تبحث عن بوت ريمني برو فري، وهذا الاسم المعرف للبوت لكي تتأكد من اختيارك للبوت الصحيح. نضغط على مشاركة ونختار الصورة، ونضغط على النقاط ونختار إرسال كملف لكي نرسل الصورة بجودتها الأصلية. والآن نختار توضيح، يرسل لنا 3 صور. تقوم بتنزيل جميع الصور وتطلع عليها وتقوم بحفظ الصورة التي تراها مناسبة، لأن البوت يرفع من جودة الصورة ويقوم أيضا بتصفية الوجه ووضوح التفاصيل، لذلك تقوم بتحميل جميع الصور وتقوم بتنزيل الصورة التي تراها مناسبة. وتكون قد حصلت على صورة بجودة عالية وبثواني ومجانا عن طريق بوت التليجرام. ويوجد أيضا بوتات أخرى في وصف الفيديو أنصحك بمشاهدتها. والآن شكرا على المشاهدة.